احييكم مشاهدينا الكرام، انا عايد عمر في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم. وزير الزراعه الاسرائيلي اوري اريئيل يطالب الحكومه الاسرائيليه، حكومه الاحتلال، بضم المناطق المصنفه جيم لسيطره الدوله العبريه التي تصعد من هجمتها الارهابيه والاستيطانيه بحق ابناء شعبنا، وقمعا للهبه الشعبيه المستمره في كافه مناطق الاحتكاك، حيث بلغ عدد الشهداء حتى هذه اللحظة أكثر من 150 شهيدا. يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بينما يتواصل الحراك الفلسطيني مع الأشقاء العرب والأصدقاء من كافة دول العالم لعقد مؤتمر دولي للسلام. في هذا الإطار سنتحدث في هذا البرنامج مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك. يعني السؤال المطروح أولا، إلى أين وصلت الجهود مع الأشقاء والأصدقاء العرب، الأصدقاء أيضا من دول العالم من الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي للسلام؟ يعني هناك إدراك واسع من قبل طائفة واسعة من دول العالم، وكذلك أيضا من قبل إخوتنا العرب وبعض الدول التي تتفهم القضية الفلسطينية، إلى أن من الضروري من أجل الوصول إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد من تدخل دولي فاعل، وأن أسلوب التدخل الدولي هو مؤتمر دولي للسلام أو مؤتمر دولي يواكب عملية السلام من أجل الوصول إلى حل. ولكن حتى الآن هذه التحركات لا زالت في مراحلها الأولى، وهي لا تزال تصطدم طبعا بالرفض الإسرائيلي، ومن جهة أخرى أيضا تصطدم بتردد وعدم حسم الولايات المتحدة لموقفها وتفضيلها انحيازا منها إلى جانب إسرائيل، تفضيلها لأسلوب المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية منفردة، وهو الأسلوب الذي أثبت عقمه وأنه لا يمكن أن يفضي إلى. طب هل تعتقد سيد قيس عبد الكريم وأنت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن الجهود مع الدول العربية أو أن الدول العربية ستستخدم لغة الضغط مع العالم لعقد هذا المؤتمر؟ هو الواقع للأسف أن هذا ما هو ناقص. الدول العربية من المؤكد أنها تدعم فكرة عقد هذا المؤتمر وربما ترغب في عقد هذا المؤتمر فعليا، ولكن هذا يثبت في عالم اليوم أنه ليس كافيا، فعالم اليوم يتعامل بالضغوط وبمعادلات القوة وليس بالقناعات المبنية على القضايا الفكرية أو على المبادئ الحرية والعدالة وإلى آخره، وإنما إلى علاقات القوة. والدول العربية لديها عناصر قوة كثيرة تستطيع أن تضغط فيها على مراكز القرار الدولي، لكن للأسف هذه العناصر لا تستخدم ولا توظف كما ينبغي أن توظف. هل طلب من الدول العربية أن تستخدم هذه العناصر؟ يعني نحن جميعا نطلب من الدول العربية، لا نحن لا نطلب منهم بشكل محدد أن قوموا بكذا وقوموا بكذا، ولكن من المنطقي أننا نطالب دوما من الدول العربية بأن تلقي بكامل ثقلها وما تستطيع أن تلقي به من قوى ومن أسلحة ومن وسائل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ولكن هناك طبعا سياسات للدول العربية واضح أنها يعني لا تنسجم مع هذا المطلوب، ربما هي منشغلة أيضا بأوضاعها الداخلية، وربما هذا من أحد الأسباب. والله احنا شفناها لما كانت مش منشغلة وشفناها لما انشغلت. طيب سيد قيس عبد الكريم، في ظل يعني المتغيرات في الإقليم والتحالفات التي تتبلور في المنطقة، هل فعلا هناك إمكانية لعقد مؤتمر يعالج القضية الفلسطينية؟ العالم منشغل بداعش، بالقضية السورية، بليبيا، بكل هذه التطورات. أقول لك بصراحة عندما نتحدث عن الأولويات الدولية وكونها منشغلة بعدد من بؤر الصراع الساخنة في المنطقة، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن السبيل إلى تفعيل هذه الرغبة العربية أو حتى الدولية بالوصول إلى صيغة مناسبة يمكن أن تؤتي وتثمر حلا للقضية يتوقف على درجة سخونة البؤرة هنا، بمعنى بقدر ما يتضح للعالم
أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إضافة بؤرة إضافية من البؤر الساخنة في المنطقة، فهذا يمكن أن يدفع لتحرك. في هذا السياق سيد قيس عبد الكريم، هناك من يقول أنه لا يمكن عقد مؤتمر دولي للسلام يتعلق بالقضية الفلسطينية طالما لم تحل الأزمة السورية. لا، هذا ليس صحيحا. ليش؟ في يعني يستندون إلى أن الأزمة السورية هي التي في تشكل مؤتمر أولوية بالنسبة للعالم، في مؤتمر دولي عقد من شأن لإيران، أجل ليبيا مثلا، ليبيا، نعم، في مؤتمر دولي سبقه من أجل الملف النووي الإيراني، نعم، في أكثر من حالة دولية جرى يعني معالجتها من خلال أما مواكبة دولية أو من خلال مؤتمر دولي ومفاوضات جرت في إطار مؤتمر دولي، دعني كما هو أشرك الحال في إيران على سبيل المثال. دعني أشرك ضيفي من غزة عبر الهاتف الأستاذ أكرم عطالله الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير. مساء النور لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك أهلا أستاذ أكرم. أكرم. السؤال المطروح، إمكانية أن تتبلور في هذه الفترة فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في ظل المتغيرات والأحداث الجارية وغياب القضية الفلسطينية كأولوية بالنسبة للعالم، هل من الممكن أن تتبلور هذه الفكرة لتصبح واقع على الأرض؟ يعني صحيح ممكن أن تتبلور، ويمكن أن يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. ليس من المعقول أنه ترك هذا الصراع يحل بالمفاوضات، والمفاوضات كان الفيتو الإسرائيلي هو الذي يقرر كيف يمكن أن تدار هذه المفاوضات. حتى صدم الجميع بنيامين نتنياهو أنه لا يريد مفاوضات من أصله، وبالتالي العالم عليه أن يقوم بمسؤولياته، ولكن هذا يتوقف عن حجم الضغط الذي يمكن أن يمارسه الفلسطينيون والعرب من أجل. لا يمكن، يعني الفلسطينيون مضبوط سخايا وبيدفعوا من أجل فلسطين وكرماء بالدم وكل ما يمكن أن يقال، بس هل يمكن لوحدهم أن يشكلوا شيء بالميزان الدولي حتى يستجيب لهم العالم؟ ما فيش مصالح، مش إيران اللي بتخوف العالم، مش بنخوف العالم الفلسطينيين، ولا العراق اللي فيها بترول، ولا ليبيا اللي فيها بترول بده يتقاسموا العالم، بده هدوء مشان يسحب خيرات ليبيا، لا ما فيش. وبالتالي يعني نوهم أنفسنا إذا اعتقدنا أنه ممكن العالم مجرد أن نطلب فيستجيب، لا، وهذا المطلب موجود على طاولة العالم منذ زمان. أنا أتفق مع الصديق أبو ليلى الأستاذ قيس على ما تحدث فيه، أنه إذا ما التهبت هذه البؤرة مضبوط كل العالم بيجي يطفي، وهي تجربة السادات اللي كلنا عارفينها تجربة صحيحة أنه ولعت. طب سيد أكرم، هل أدرك العالم أن كل هذه الأحداث والتفجيرات والأحداث الإرهابية التي شهدها العالم سوف تنتهي بمجرد حل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لشعبنا الفلسطيني؟ هذا كيف نفهم العالم ذلك؟ كيف نستعين بالأمة العربية وبالدول العربية وبالإعلام العربي؟ وكيف يمكن أن نقنع العالم بهذا؟ العالم إذا مش مقتنع بيكون في مشكلة عندنا مش عند العالم، العالم مش مشغول فينا. وإذا اعتقدنا والله أنه الفرنسيين والألمان والبريطانيين فقط يعني مسكونين، لا، هم بيعرفوش الدولة اللي بتجاورهم، بجوز ربما العالم مش تدرش في السياسة، والسياسة هي تعبير عن مصالح. الرأي العام غائب والسياسة تعبير عن مصالح، في هذه المصالح متحقق على أكثر من مكان، ما فيش متحقق أن مصالح، وبالتالي كيف يمكن أن نقنع العالم؟ مش المهم بعدالة قضيتنا. أنا دائما أقول أنه في أمة عربية وفي دول عربية وفي إمكانيات عربية، وهذه الدول العربية الآن عندنا مشكلة فيها أنها لم تعد تضع الملف الفلسطيني كأولوية. الجامعة العربية زمان على الأقل يعني كانت تأتي على ذكر القضية الفلسطينية، وما كانش عاجبنا لما كنا نقول بيان الجامعة العربية، بعطونا بيان. الآن هذا البيان لم يعد موجود. هناك دول عربية بكل أسف مشغولة بتحرير عواصم عربية من رؤسائها، ومش مشغولة بتحرير القدس من نتنياهو. أما الدول العربية تحرر من رؤسائها، هذا أولوية بكل أسف، هذا هو الواقع العربي. كيف نعيد إحياء القضية الفلسطينية؟ هذا برنامج طويل، يبدأ من الانقسام، نهاية هذا الوضع الشاذ فلسطينيا، وينتهي ببرنامج وطني موحد قادر على البحث عن كل الخطوات، بدل الميدان عندك على الأرض، وهذا بيتمش إلا في حال وحدة يعني وطنية. سيد أكرم، الإجابة على سؤال كيف نقنع العالم تبدأ من إنهاء الانقسام الفلسطيني، تبدأ من برنامج واحد، مش لازم العالم يسمع صوتين. احنا كل فلسطيني في لسان، وكل فلسطيني عنده برنامج، وكل حزب سياسي عنده رأي،
ونتضارب. وبينما انه فلسطيني بتحدث عن مفاوضات، واخر بيقول انه لا بدنا بالسلاح وبالسكين، واخر بيقول بدنا نتفاوض مع اسرائيل للتفاهم، واخر مش بالصواريخ، وكلنا في حاله من التناقض. يعني غياب الرؤيه والاستراتيجيه الوطنيه الواحده لدى الشعب الفلسطيني باختصار. غياب ان نكون شكل موحد امام العالم، شكلنا حتى يتعاطى معنا العالم باحترام. يجب ان يتوقف هذا الانقسام. طب العالم يعني بالنهايه هو بده شو؟ بدنا دوله فلسطينيه مستقله. والله من الفلسطينيين على سؤال انه هذول اعطيناهم نص سلطه، طخخوا بعض، قتلوا بعض وانقسموا، طب كيف بدنا نامن لهم نعطيهم دوله؟ هذا سؤال كبير كلنا بنهرب منه، وما حدش فينا راضي يعني لا يساله ولا يجيب عليه. بس خلينا نحط حالنا محل الاوروبي مره، ونقف في عاصمه اوروبيه ونقول انه اعطينا هؤلاء الفلسطينيين نص سلطه مش دوله، قتلوا بعض، طب كيف بدنا نعطيهم دوله؟ هذا سؤال كبير كلنا نريد. هذا انا بقول كيف نقدم انفسنا ناس نحترم الصندوق، لدينا حكومه في شفافيه، قانون، في حرية رأي، في برنامج موحد، في لغة واحدة، في صوت واحد. المشهد الفلسطيني أمام العالم، وباعتبارنا نقول للعالم مشهد مشوه، نحن ننتمي للعالم الحضاري الحر، بالمقابل إسرائيل تذهب نحو اليهودية ونحو الدين ونحو الاستيطان وجمعية إلعاد وتدفيع الثمن. ونقول لهم قارنوا بين النموذجين، النموذج الديمقراطي الليبرالي الحضاري الحر واللي بيحترم كل حقوق الإنسان، ونموذج آخر بيدوس كل حقوق الإنسان وذاهب نحو العقل الديني والعقل الأسطورة والقراءة. هذا المشهد اللي غايب عنا. نعتقد أنه فقط يجب أن نرى أنفسنا بعيوننا، ولم نفكر أنه كيف يرانا العالم. لا، الصورة مش بيضة، الحقيقة صورة العالم. شكرا جزيلا لك الأستاذ أكرم عطلة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من غزة، شكرا على هذه المشاركة. سيد قيس عبد الكريم، كلام مقنع لدرجة كبيرة، صورة الفلسطيني أمام العالم مشوهة كما يقول السيد أكرم عطلة. كيف نقنع العالم بأهمية عقد مؤتمر دولي للسلام؟ كيف نقنع العالم بأن منبع أو التخلص من الإرهاب العالمي والدولي يبدأ بحل القضية الفلسطينية؟ يبدأ من وجود استراتيجية ورؤية فلسطينية واحدة وصوت فلسطيني واحد. كيف شوف، لا شك أن الانقسام الفلسطيني يسيء إلى صورة الفلسطيني أمام العالم، ولا شك أيضا أن هذا الانقسام يعطل الحياة الديمقراطية الفلسطينية، وبالتالي يزيد من تشويه الصورة. لكن بصراحة شديدة أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن العالم، أي المجتمع الدولي، أي الغرب بشكل خاص، ينتهج هنا نهجا مزدوج المقاييس ومزدوج المعايير. يعني نحن نذكر جيدا ولا زلنا نذكر كيف استقبلت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل 10 سنوات، وكيف استقبلت حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن هذه الانتخابات، والحصار الذي فرض عليها بحجة سياسة حماس وإلى آخره، وأيضا النتائج التي ترتبت على ذلك من حيث فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، الذي لم يكن خيارا فلسطينيا، رغم أن بعض الفلسطينيين للأسف انزلقوا في هذا الخيار، ولكنه بالأساس كان خيارا إسرائيليا، وكان أيضا خيارا مدعوما دوليا من خلال الحصار الذي فرض على حكومة الوحدة الوطنية وعلى نتائج الانتخابات. نحن رغم ذلك مطالبون بأن نواجه هذه السياسة المزدوجة المعايير بموقف فلسطيني يغلب المصلحة الوطنية الفلسطينية أولا، ويوضع العالم أمام الحقيقة أن الفلسطينيين موحدون، وأنهم موحدون على الديمقراطية، وليتفضل العالم ليرعى ويحمي هذه التجربة. طب يعني وجود الرؤية الفلسطينية الواحدة والخطاب الفلسطيني الواحد الذي يمهد لإقناع العالم بضرورة الالتفات للقضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية بالاستناد إلى الحق الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد هذا الحق، هل يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أم عقد جلسة مجلس وطني سمعنا عنها الكثير وحتى هذه اللحظة يبدأ ربما الرؤية الضبابية حول؟ إذا بدك رأيي، يبدأ من تنفيذ متزامن لاستحقاقات المصالحة الوطنية بكاملها.
أولا إطار قيادي موحد مؤقت الذي اتفقنا عليه من أجل أن يرعى العملية كلها ويخطط لتنفيذها، وثانيا حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية، وثالثا انتخابات، وانتخابات يترتب عليها أيضا حكومة وحدة وطنية مبنية على إرادة الشعب. هذه كلها وطبعا انتخابات تؤدي إلى انتخابات مجلس وطني بما في ذلك إلى جانب المجلس التشريعي. طبعا هناك إدراك من قبل كل الفصائل الوطنية لما تفضل قيس عبد الكريم؟ إدراك شو إدراك؟ في توقيع. لا إدراك لأهمية التنفيذ أنا أقصد. هنالك إدراك، هنالك. ما هو التوقيع له ألف سنة. نعم صحيح. يعني هنالك توقيع. إنهاء الانقسام لنا 8 سنين بنحكي فيه، ولا يوجد أي إدراك لإنهاء الانقسام. هل بدك تسألني مين الطرف اللي بتحمل المسؤولية؟ هناك يعني خلاف حول هذا الموضوع، ولكن ما هو ثابت أن الفصائل الفلسطينية وإن أدركت لا تعمل ما عليها لتنفيذ ما اتفق عليه. هذا صحيح. هنالك توقيع يلزم هذه الفصائل جميعا أمام شعبها بإنجاز هذه العملية، وهذا التوقيع يعود إلى عام 2011، وهو توقيع على تفاصيل وليس فقط على مبادئ، وإنما على تفاصيل عملية متكاملة. منذ ذلك الحين حتى الآن المصالح الضيقة في سواء في غزة أو هنا في الضفة الغربية، سواء في السلطة الفلسطينية أو لدى حماس، هذه المصالح الضيقة هي التي أعاقت الوصول إلى إنهاء هذا الانقسام وتنفيذ هذه الاستحقاقات. أنا بعطيك مثال الآن كتير واضح للعيان لدرجة أنه يبهر من لا يبهر، وهو كيف تعالج أزمة معبر رفح انطلاقا من تغليب المصالح الضيقة لحزب أو لفصيل على المصلحة العامة، بديش أقول المصلحة الوطنية العليا، المصلحة الملموسة لمليون وثمانمائة ألف فلسطيني أنه يتنفسوا ويجدوا ممرا إلى العالم. بس هي موضوع معبر رفح هي جزئية من ضمن المشكلة الكبرى. ما بقول إذا الجزئية الكريم. إذا هذه الجزئية يعني تعالج بهذه الطريقة التي تغلب مصلحة الفصيل على مصلحة الشعب، فكيف هو الحال بالنسبة للقضية الأكبر التي هي وحدة الحركة؟ طيب هناك من يقول على الساحة الفلسطينية أنه من الخطأ أن تكون يعني أحزاب اليسار بشكل عام تقف في المنطقة الوسطى دون يعني تحميل المسؤولية للطرف الذي فعلا هو يعطل الانقسام الفلسطيني. أحزاب اليسار لا تقف في المنطقة الوسطى، أحزاب اليسار تقف في موقع الاتفاق الذي وقع، والذي أعتقد جازما أن تنفيذه هو الذي سيقود إلى إنهاء هذا الانقسام. أما أن هنالك في الطرفين في الجهتين عناصر لا وقوى، القصد انه دائما تحميل المسؤوليه للطرفين. لا لا، هنالك في الطرفين قوى ومصالح تعرقل التقدم باتجاه، ولم تتردد قوى اليسار في يوم من الايام بان تقول ان هذا التصرف وهذا السلوك وهذه الجهه عرقلت، وايضا عندما يحصل طيب تصرف من الجهه الاخرى ان تقول طيب على صعيد التصعيد الاسرائيلي على الارض الفلسطينيه سيد قيس عبد الكريم، هناك تصعيد خلال الايام الاخيره لافت منذ بدء الهبه الشعبيه، ارتقاء عدد كبير من الشهداء، يعني هناك ايضا تصريح لوزير الزراعه الاسرائيلي يطالب بشكل سافر بضم المناطق المصنفه جيم للدوله الاسرائيليه، كيف تقرؤون هذا التصعيد الذي يجري الان على الارض الفلسطينيه؟ هو مشكله هذا بنت انه يقول ما ويفصح عما يضمره نتنياهو. هو أوري هذا أريل. هو عفوا نفس الوجه يعني نفس الشيء أوري أريل نفس العزم أوري أريل هذا يقول أو حزبه على كل حال بما في ذلك رئيس الحزب بنت طبعا. يقولون ما يضمره نتنياهو وما يضمره الائتلاف الحاكم بكل أحزابه، هذه هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها هذا الائتلاف الحاكم المشكل من الليكود ومن مع الليكود، أن يضم القسم الأكبر من الضفة الغربية بما في ذلك وبشكل خاص غور الأردن بالإضافة طبعا إلى القدس، أن يحشر الشعب الفلسطيني في معازل، سموها دولة سموها حكم ذاتي لكنها في الواقع محميات إسرائيلية تسيطر عليها إسرائيل من كل جانب، وبالتالي أن يحل القضية الفلسطينية على هذا الأساس، وهو أساس على كل حال حتى لو فرض فعلا من خلال السلوك العدواني لهذه الحكومة
لا يشكل حلا، هذا يشكل دعوة لاستمرار وتصاعد الصراع وربما دخول دوامة جديدة من العنف الذي لا يبقي ولا يذر. على كل حال مرة أخرى الدخول في مثل هذا هذه الموجة من الصراع العنيف يمكن أن تكون وبالا على إسرائيل أكثر مما هي وبال على أحد آخر أو على الشعب الفلسطيني. هل تتوقع أن تتفجر الأوضاع أكثر مما هي متفجرة على الأرض الواقع؟ هي متفجرة، ما هو ممكن هو أن تتصاعد هذه الهبة الجماهيرية التي انطلقت بالضبط بسبب إدراك شعبنا وشبابنا للنوايا الحقيقية لهذه الحكومة، في الحكومة الإسرائيلية يعني والتلاف الحاكم في ضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية والسيطرة. هل تصعيدها عليها يشكل مصلحة فلسطينية وكيف يمكن أن يتم؟ هل هي بحاجة، هناك من يرى أنه الهبة الشعبية الجماهيرية أيضا بحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى رعاية، إلى حاضنة؟ لا شك أنها بحاجة إلى رعاية، لا شك أنها بحاجة إلى قيادة، لا شك بحاجة إلى توضيح لبرنامج، هذا كله صحيح، ولكنها بحاجة قبل كل شيء إلى أن تتصاعد وأن تتسع دائرة شمولها بحيث تضم جميع أطراف، جميع القوى الاجتماعية الشعبية المناهضة للاحتلال، وبالتالي أن تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة. هذا له شروط وله متطلبات، ومن بين هذه الشروط إنهاء الانقسام، أن يكون هناك قيادة وطنية موحدة، أن يكون هنالك موقف حاسم من المؤسسة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية فيما يتعلق بتحديد العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا، وأن تصب كل هذه القوى إمكانياتها في دعم وتطوير الهبة الشعبية وصولا إلى الانتفاضة الشعبية. أن الهبة الشعبية ربما تتصاعد أحيانا وتخف وتيرتها حينا على الأرض الفلسطينية، ما هي السيناريوهات المطروحة لمستقبل هذه الهبة الشعبية؟ هل بشكلها الحالي هي فعلا مفيدة للقضية الوطنية الفلسطينية؟ ألا تخشون في القيادة الفلسطينية أن يصبح خبر ارتقاء الشهيد الفلسطيني والمجازر بحق الشعب الفلسطيني خبرا بروتوكوليا لدى وسائل الإعلام العربية والدولية؟ نحن ننزف دما لسقوط أو لارتقاء كل شهيد، نعم، ولكل جريح، وربما نصف وقتنا يعني في تشييع الجنازات وفي رعاية الجرحى وغير ذلك، ولكن أنا أريد أن أقول أن الشعب الفلسطيني قد قرر أنه مهما كانت التضحيات فهذه الهبة يجب أن تتواصل وأن ترتقي إلى انتفاضة شاملة، لأن هذا هو السبب أو هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن فعلا من أن يدرج على جدول أعمال العالم مسألة حل القضية الفلسطينية. وأنت سألت هل يمكن إقناع العالم بأن القضية الفلسطينية حلها هو الذي يعالج مشكلات الإرهاب في المنطقة؟ نعم، هذه الهبة وصولها إلى مستوى الانتفاضة الشاملة هو الذي يقنع العالم أن مصدر اللا استقرار أو عدم الاستقرار في المنطقة هو القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية حلها هو المدخل إلى استتباب الوضع في المنطقة الخطاب العربية. الخطاب السياسي الإسرائيلي والماكينة الإعلامية الإسرائيلية تعمل في الاتحاد الأوروبي ومع كل الدول العالم على تشبيه نضالات شعبنا الفلسطيني بالإرهاب الذي يحصل في بضاعة المنطقة لم أو في العالم. تنطلي على أحد. لن ينجحون بذلك. هذه بضاعة لم تعد تنطلي على أحد، بالرغم من أن الإعلام الدولي وأحيانا حتى الإعلام الأوروبي يكررها، ولكن شيئا فشيئا الناس تكتشف بوضوح أن ما يجري هو فعل شباب فقدوا الأمل في أن هذا الوضع يمكن أن يحقق آمالهم في الحرية لبلدهم، في الحرية لهم كأشخاص، وبالتالي المجرم الحقيقي والإرهابي الحقيقي هو إسرائيل بقيادة هذه الحكومة. باختصار شديد، كمسؤول فلسطيني في القيادة الفلسطينية وفي أحد الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير، لو سألك مواطن فلسطيني سيد قيس عبد الكريم عوين إحنا رايحين باختصار؟ في أفضل السيناريوهات نحن رايحين على تطوير هذه الهبة إلى انتفاضة شعبية، وهذه الانتفاضة ستتواصل إلى أن تحقق طرد الاحتلال واقتلاع الاستيطان من أرضنا وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها
على أرض هذه عاصمتها القدس. أشكرك جزيلا الشكر سيد قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية. شكرا على هذه المشاركة. بارك الله فيك. شكر موصول دائما إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. هذه تحيات طاقم العمل، زميلي المخرج حسن النجار، وكان معي في التنسيق والمتابعة الزميل هيثم عقل. دائما تحياتي لكم، أنا عايد عوامر، إلى اللقاء.